انه الكابتن غني شهد صار له وقت طويل ايه بالانتظار. حياك الله كابتن غني شهد معي عبر الهاتف. الضيفين طلبوا شهادتك، مداخلتك، شوف شريد اسميها، ولك الكلمه، تفضل. نعم، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم السيد تحسين الجاسري وعلى الله الخير. حياكم الله كابتن. يعني بالبدء اسف لكل الجمهور يعني على الحال اللي داي، يعني الان المشهد أنا ما أتمنى أن يكون للكل، يعني لا للأخوان في نادي الشرطة ولا لكرار جاسم. ممكن تحدث يعني اختلاف في وجهات النظر، ممكن أن يكون، والعقد هو اتفاق طرفين، ممكن أي أحد من الطرفين ما يوافق على شروط أو بنود الطرف الآخر، عادي جدا أنه يكون عدم اتفاق ويبقى الاحترام موجود ويبقى يعني كل شيء محفوظ. الان اللي اشوفه يعني وكانه اي واحد يريد يسحب البساط نحو يعني باتجاهه، هذا انا اللي اسف منه، واللي اتمنى انه يعني من كرار او نرتقي بالحاله، لان انا البارحه قلت للكرار قلت له الان انت عندك عرض من نادي الشرطه، المبلغ للعقد هالقد، هل انت الان لو غادرت نادي الشرطه راح تحصل هذا المبلغ؟ او الان نادي الشرطه عند ما يبلغك انه انا ما عندي الدفعه الاولى بشرط الا يبدا الدوري. اذا كان اكو نادي اخر افضل ممكن، اتمنى عليك انه لا يكون اكو عندك رد فعل عاطفي ما بي يعني ما بي ما ماخذه بالحسبان، وممكن يعني نختار كل الاطراف. انا كمدرب يعني من بدايه الموسم لحد الان يعني كقيمه فنيه للاعب كرار جاسم اعتقد موجوده، ونبلغ الاخوان بالاداره.